هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعوني على الانستجرام والتيك توك، تلاقوا اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. وفيديو النهارده هيكون اني هعمل الاكسسوارات اللي هي طالعه ترندي قوي الفتره ديت والحلوه قوي، فهنجرب ان احنا نعملها النهارده، وكمان همشي معاكم خطوه بخطوه علشان نعرف ان احنا نعملها. هوريكم ازاي نعملها وكده، فهي الحاجات سهلة جدا قوي. فيلا بينا نبدأ. وزي ما انتم شايفين الصور الكتير دي كلها، ديت كلها اللي هي الاكسسوري طالعة ترندي قوي الفترة ديت. فعلشان نبدأ ان احنا نعملهم، اول حاجة بنعوزها هي ان احنا نجيب الاساتيك اللي احنا هنستخدمها، وكمان هنجيب اللي هو الخرز اللي احنا هنستخدمه. في خرز تاني انا استخدمه برضو، ويعني عندي كذا حاجة فهستخدمهم. فيلا بينا نبدأ. أول حاجة عايزة أعملها اللي هي خواتم، فيلا بينا نجرب. عايزة أقول لكم بقى على أنواع اللي هو الأساتيك اللي احنا هنستخدمها. ممكن نستخدم اللي هو الأستيك ده، زي ما انتوا شايفين هو بيمط، وممكن نستخدم اللي هو زي ده، ده مش بيمط خالص، ده اللي هو ناشف، فده بيبقى احسن ان هو يستخدم للخواتم، وده بيبقى احسن ان هو يستخدم لمثلا سلسلة او اسورة او كده، فهتبقى احسن. انما ده للخواتم بيبقى احلى بكتير. عادي برضو ممكن نعمل بيه الخواتم، بس ده بيبقى احسن. وبما اني هبدأ اول حاجة بالخواتم، ف يلا نبعد دول شوية كده ونشيل دول، وهبدأ اني اعمل بدي خاتم. فهختار لون من الثلاث الوان دول، هختار اللون ده. فيلا بينا نبدا. احنا بنقص بقى حته قد الصباع بتاعنا، يعني بناخد مقاس الصباع ايا كان بقى اللي احنا هنعمله، وبنبدا ان احنا نقص عليه، بس بنزود حته زياده. يعني مثلا هو انا صباعي كده تمام، لا انا هاخد حته زياده كمان علشان لما نيجي اللي هو نربطها بقى، فيبقى في مساحه ان احنا نربطها انا عايز اعمله يبقى ساده خالص. فزي ما انتم شايفين هبدا اني اخد كده واحطه وبس. ودلوقتي زي ما انتم شايفين انا عملته كده اهوت، وكل شويه بنقيسه كده ان احنا نشوفه كامل ولا لا. دلوقتي بقى انا هربطه، وزي ما انتم شايفين اهوت انا عملتها ربطتها خلاص. فببدا بقى بعد كده اني اجيب المقص ونقص اللي هي الزياده. ودلوقتي بقى يلا بينا ندخل على تاني حاجة انا عايز اعملها برضو سادة، بس هعملها بالخرز الابيض ده. زي ما انتم شايفين الصورة ديت عجباني قوي، عايزة اعمل زيها، فهعمل بالخرز الابيض ده. بس انا مش عارفة احط ديت في نصها مثلا وتبقى شكلها كيوت كده، ولا احط دي، ولا ما احطش خالص، اعملها زي اللي هي في الصورة. اول حاجة هنجيب اللي هو ده، زي ما انتم شايفين بناخد مقاس الرقبة، يعني هي ديت يعني مظبوطة. فزي ما انتم شايفين بنبدأ برضو ان احنا نقعد ندخل فيها كده لحد ما نوصل ان احنا نملاها. واول ما املاها هرجع لكم واوريكم بقى هنعملها ازاي، ونحط اللي هي الكليبس وكده ازاي، وكمان ممكن نحط نعمل بكذا لون. عايزه اقول لكم اني بفكر احط ديت في النص كده، بس انا مش عارفه، فهشوف هحطها واشوفها. زي ما انتم شايفين هي انا واخده المقاس اللي هو الاستيك ده على قد الرقبه بالظبط، فهي لو معموله مش هتبقى مايله كده، هتبقى محطوطه كده. فمش عارفه حاسه ان شكلها كيوت، فممكن اسيبها. فانا هسيبها خلاص، وهبدا بقى ان احنا نعمل كده نكمل. وزي ما انتم شايفين انا كملتها. هبدا بقى اني اجيب العلبه بتاعتي دي، وهبدا اني اطلع منها اللي هو البتاع ده زي ما انتم شايفين، ودي باينه اهي. فهنطلع دول اللي احنا بنعمل بيهم اللي بنلاقيهم عند اللي هو بتاع الخرز وكده. ف يس هنبدا ان احنا بقى نعملهم. يعني زي ما انتم شايفين كده انا سبت حته زياده علشان هبقى اربطهم بيها اكيد، فهنربطهم ونبدا ان احنا نعملهم في بعض، وهتبقى سهله قوي. فبس خدوا بالكم ما ترفعوش قوي، عشان احنا لو رفعنا قوي ممكن تقع وكده فهتبوظ الدنيا. فزي ما انتم شايفين سهله جدا، وبنبدا ان احنا نربطها.
وبعد كده ان احنا بعد ما بنركبهم زي ما انتم شايفين كده ده بيبقى شكلهم. وعايزه اقول لكم ان ديت لما بنيجي نركبها اللي هي دي مش دي دي لما بنيجي نركبها لازم نربط الاستيك في قلبها، هي مش بنربط الاستيك زي التانية كده لازم فيها علشان تمسكها لان هي ممكن تروح وتيجي فكده تمام. بس بقى اللي هي الحتة الزيادة دي زي ما انتم شايفين كده بعد ما قصتهم. وعايزه اقول لكم احسن حاجه في ان احنا نعمل الاكسسوري دي بنفسنا ان احنا بنختار الحاجه اللي احنا عايزينها بنفسنا، يعني مثلا انا عايزه احط دي مع دي مع دي بيبقى براحتي وباللي انا عايزاه، مش بيبقى حاجه انا مجبور عليها هروح اشتريها واجي، لا ديت انا بعملها بمزاجي بعمل احط دي او دي، فبنطلع بقى الطاقه بقى اللي عندنا كلها فيها. وحلوه جدا ان احنا نعملها في اوقات فراغنا او في اي وقت، حتى مش بتاخد اي وقت نهائي وسهله جدا ومسليه قوي برضو. يلا بقى نلم الحاجات ديت، وانا كنت عامله قبل كده يعني غير اللي انا عملتهم معاكم في الفيديو هوريهولكو، بس يلا نلم الحته دي كلها كده. انا ما استعملتش اللونين دول بس هتشوفوا في اللي انا كنت عاملاه كل اللي انا عملته اللي هو اللي لسه عامله في الفيديو النهارده، وهوريكم كمان اللي انا كنت عاملاهم قبل كده. فيلا بينا، ده كل اللي انا عاملاه، دول انا عملتهم في الفيديو بتاع النهارده، لا ده ايوه دول انا عملتهم في الفيديو بتاع النهارده، ودول انا كنت عاملاهم قبل كده عادي. انا اساسا بحب ان اعمل اقعد اعمل اكسسوري واعمل حاجات في البيت كده. عايزه اقول لكم ان احلى نوع خرز هو ده اللي هو الكريستال، ده احلى نوع، مش بيقشر ولا بيحصل له اي حاجه، ولو جه عليه ميه مش هيحصل له اي حاجه. انما ده انا معرفش نوعه ايه الصراحه، بس انا كنت جايباه انا ما كنتش اعرف نوعه، بس زي ما انتم شايفين هو ده نفس ده اللي انا عامله بيه، وده اللون اللي انا كنت هو في الفيديو اللي كان في الفيديو اللي انا ما استعملتهوش، بس هو انا كنت عامله هنا. فزي ما انتم شايفين بقى اتقشر خالص، ده البينك ده اتقشر زي ما انتم شايفين اهو بيتقشر ازاي. فزي ما انتم شايفين نوعه مش حلو خالص، بس شكله حلو قوي، بس نوعه مش حلو فلازم نحافظ عليه مثلا او نحط عليه اللي هو المقوى اظافر اللي هو المانيكير الشفاف. على ما اظن ان احنا مش كل خرزه هنمشي عليها ونحط عليها مقوى اظافر وكده، فلا نروح للنوع الاحسن اللي هو ده، حتى اللمعه بتاعته حلو قوي. والنوع ده بقى برضو زي ما انتم شايفين هو مش كريستال ولا هو النوع ده، هو نوع بينهم الاثنين وتحفه. والنوع ده بقى زي ما انتم شايفين برضو هو نفس النوع اللي هو ده بيقشر برضو زي ما انتم شايفين، وزي ما انتم شفتوا شكلهم ازاي كان حلو قوي، كان شكلهم حلو قوي بجد. وعايزه اقول لكم ان السلاسل برضو سوبر كيوت في اللبس، بس لكم ان هي كبيره شويه، انما ديت على الرقبه بالظبط، فلو انتوا عايزين بقى اعملوها على القد بقى او عايزين تطولوها شويه او تطولوها قوي فديت احلى حاجه برضو في ان احنا نعملهم في البيت وكده، ان احنا نختار المقاس اللي احنا عايزينه، نختار الالوان، بنختار الشكل، بنختار كل حاجه احنا عايزينها. واكتبوا لي تحت في الكومنتات هل عجبكم شكلهم ولا لا، واكتبوا لي تحبوا ان احنا نعمل جزء تاني باشكال تانية بقى اللي هي بيبقى فيها ورد بقى واشكال احلى بقى بكتير، يعني دول سيمبل قوي. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. عايزه اقول لكم ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا على الانستجرام والتيك توك، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. وبس، باي.